مساء الخير. أدار بو سبع ثلجات كبار ما عدا صغار، هيك بيقول المثل. تسبب تساقط الثلوج بمناطق مختلفة من المغرب العربي لانقطاع 12 طريق بالبلاد مترافقة بالثلوج مع موجة من البرد القارس على مرتفعات الريف الشمالية، وتساقطت الثلوج بكثرة بالمناطق المغربية يلي بتجاوز ارتفاعها 900 متر، وأطلقت السلطات عدد كبير من كاسحات الثلوج لفتح الطرقات وفك العزلة عن بعض القرى يلي انقطعت صلتها بالعالم الخارجي. وبالعودة لطقسنا، طقس متقلب اللي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي، البحر الابيض المتوسط، الحراره معتدله رطوبه عاليه، البحر متوسط الموج وحراره 120 درجه. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره، بيتحول بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطه وتساقط امطار متفرقه محليه خصوصا فوق المناطق الجبليه. لبكره طقسنا غائم جزئيا بسحب مرتفع مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره وتكون ضباب على الجبال. وهلا نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 12، وبالبقاع 2 على المرتفعات 10 و2 تحت الصفر بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا جبل محسن 19، بيقود 18، فردان 20، مزرعة الشوف 15، عدلون 19، البرج الشمالي 19، لخيم 15، ومن بعدها حوش الأمرة 16، وجباب 17 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بال 35 وال 50 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. الليل توصل ل 13، وبكرة بين 12 وال 20 درجة، ونهار الاثنين بين 13 و 22 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ من عمان 17، القدس 17، دمشق 19، ومن بعد الجزائر 12، تونس 17، طرابلس 24، القاهرة 25، وأخيرا روما 14، وبرلين 6. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.